حاتم حاتم حاتم. ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ مالك؟ مش قادره، مغص مغص بيموتني. طب اهدي، انت اكلتي حاجه قبل ما تنامي؟ ماكلتش حاجه، ماكلتش حاجه. مش طيب طيب هجيب لك مسكن تعبي تحت. لا دخلني الحمام. حاضر حاضر. طب ايه؟ اهدي اهدي. حاضر. تعالى يا حبيبتي. انا مالك انا مالك انا مالك. تعالى يا حبيبتي. واحده 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 واحده. على مالك؟ خليك على مالك. خليك. تعالى الحب. قلبي عندك يا حاتم. الحمد لله على كل شيء. عموما انت كنت عارف ان ده هيحصل من الاول. انا كنت عارف، بس هي ما كانتش تعرف حاجه. طمني عليها. حصل لها ابورشن، تعبت، جبت عين على المستشفى ودخلت على العمليات، عملت لها كل حاجه بنفسي. لسه ما فاقتش؟ لسه، ومش عارف لما تفوق هقول لها ايه. هتقول لها الحقيقه يا حاتم. قول لها انها مستحيل تخلف لان الرحم بتاعها طفيلي. مستحيل. الحقيقه دي بالذات ما اقدرش اقولها لها على الاقل دلوقتي. اوكي. انا في مكتبي، لو احتجت حاجه تحت امرك. شكرا يا مرحبا. شكرا. انت عارف ان مفيش بينا شكرا. واوعدك انها مش هتطلع من المستشفى الا واحنا كلنا مطمنين عليها. ان شاء الله. بعد اذنك. اتفضلي. حاتم. ايوه حبيبتي. أنا فين يا حاتم؟ في المستشفى يا هلا. ابني راح. المهم إن أنت كويسة. كان نفسي الحلم يكمل. محدش عارف الخير فين.